مين الاعداد النهارده في الحلقه؟ في يا استاذه موريني. موريني في ايه اللي حصل؟ انا عايزه اعرف مين اللي بيجي، يعني بتختاروا الناس بناء على ايه؟ يعني عايزه اعرف مين الناس اللي بتخش الحلقه بتاعتي. معلش يلا يا استاذه بعد اذنك نبدا الحلقه. وحضرتك خلاص شد عليه. 5 4 انا اتقفلت لما شفتك على فكره. 2 1 اتفضلي. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا، برنامج المسابقات هو وهي. زي ما انتم عارفين في ناس بتختار شريك حياتها عن حب، وفي ناس بتختار شريك حياتها بالعقل، وفي ناس بعد مده من الجواز بتكتشف ان مش هو ده الشريك المناسب. وبرده زي ما انتم عارفين العالم كله دلوقتي بقى بيعتمد على الذكاء الاصطناعي الاي اي، اللي خلى ام كلثوم بتغني بصوت شيرين، وشيرين بتغني بصوت اصاله، واحمد سعد قال لهم في الاخر اختياراتي مدمره حياتي. احنا بقى عايزين نعرف النهارده ضيوفنا اختيارهم لبعض من البدايه كان موفق ولا فيها كلام تاني. فاصل وهنرجع تاني، هو وهي استنونا. السؤال هو حضرتك ياسمين؟ لا انت مش عارفني، يعني مش فاكرني. انت اصلا ليه جاي قاصد؟ لا مش قاصد حضرتك، يعني غلط شويه يعني. أصر. ياسمين يلا خلصني خلصني خلصني. مش عايزه مش عايزه ارغي لك اعرفك، مش عايزه ارغي مع حد. خلينا نقلب الحلقه دي. يلا نرجع نفصل، نقلب ايه؟ يلا استنى خلاص. 5 4 3 2 اتفضلي. ورجعنا لكم تاني، هو وهي طه وايه اسمك؟ اماني. اسمها اماني. ورجعنا لكم تاني هو وهي مع طه واماني. واول سؤال هيكون لاماني. انتوا عرفتوا بعض ازاي؟ من ابتدائي، درست ابتدائي. ابتدائي؟ انت كان عندك وقت بقى تتعرفي على اولاد وكده؟ لا هو احنا ما تعرفناش. لا لا ما تعرفتش. كانت مشاعر عادي، وبعد كده لما دخلنا الجامعه هو جه اتقدم. يعني انا سنتين. هو انا مش بسالها هي؟ تمام انا برد. بس سنتين فعلا كان نظرات بس. طب انا بسالها هي. انت بتتكلم في ايه؟ يعني هو يعني نزلت حاجه وقتها؟ طيب يلا تمام. ما تغيروش. سؤالنا الثاني دلوقتي هيكون لطه. عرفت اماني امتى؟ كانش نظره. من السته ابتدائي بقى. ابتدائي. من ابتدائي؟ اه. وانتوا كنتوا تقريبا عندكم كام سنه؟ يعني كنا اطفال يعتبر، بس مش نفس يعني الجرأه دلوقتي وكده، كان بس مجرد نظرات وكده، بس هي طولت بعد كده النظرات دي اللي بعدين. السؤال الثاني دلوقتي هيكون لطه برضو، هنساله نقول له انت ايه اللي عجبك في ايه؟ اماني. اماني اه. ما تبقى تفكرني بسمع. ايه اللي عجبك في اماني؟ اماني فيها كل حاجه والله حلوه يعني. لا قول لنا حاجه واحده يعني، حاجه تميزها عن كل البنات. عندها ضمير ذكيه. نعم من البلد. من البلد ايه؟ كمل. انا بقول لحضرتك كنت حضرتك ياسمين اللي كنت تيالي اعرفك يعني قبل كده. ايه طه في ايه؟ هو انا شكلي اتغير انا عشان حاطه مكياج؟ لا اتغيرت بس شويه. طب مش ثانيه واحده معلش، يعني هو كل ده في التصوير ولا؟ لا يا حبيبتي عادي عادي. طب اوكي. انا بسمع في اعلان شغال بتكلم عادي، لكن انت فاكره انا هبوظ الحلقه بتاعتي عشان خاطر؟ ما انا اكيد بتكلم في كده يعني. طبعا. لا طبعا. اصلا الهبل ده كله مش هطلع بيه يعني. في ايه؟ مين ياسمين؟ لا ده كان تعرفي طلعت قصدك يعني طلع؟ طب خلاص يعني ممكن بعد ما تخلص تتكلم في اللي انت عايزه. لا مش القصد، ما هي انا ماشي الحلقه زي ما انا عايزاها. طيب اوكي، بس عشان وقتنا برضو ووقت حضرتك. شكرا. ورجعنا لكم تاني هو وهي، ومسابقتنا مكمله مع طه واماني. والسؤال دلوقتي لاماني، اكتر حاجه بتحبيها في طه؟ اكتر حاجه بحبها في طه ان هو كله يتحب. بس انت قولي هو كله يتحب. حاجه واحده يعني، حاجه واحده ان هو لما بيحب حاجه بيصر عليها بيعملها، يعني حتى لو خطواته بطيئه. فلا هو لما بيقرر ان هو عايز يعمل الحاجه دي وبيحبها بيعملها. فاصل وهنرجع تاني هو وهي مع طه واماني، استنونا. طه وانت مين ابين عملت اعلان قبل كده؟ اه عملت اعلان. صح انا قلت انت برضه. وانت شكلك هو ماسك هو كان في حد كذا حد بيصورني. لا انا عرفتك عرفتك من عينك انا. خلاص ده مش انت اللي قلت لي اسم كده شبه؟ لا ده انا على طول كنت بقول انت شبه اسمه ايه ده التركي، شكلك تركي.
لا لا بنت اماني عامله ايه؟ ايه؟ بنت اماني عامله ايه؟ اماني عامله ايه؟ بنت اماني؟ اماني عصام؟ حرة يا عم اقول عليها البنت اماني. لا اماني عصام اه. هو انت كنت في كلام ليه؟ انا مش فاهماكي. باكد له ان هي اماني عصام مش اماني انا يعني. لا انا هقول لك البنت اماني، انا عارفك، انا مره اشوفك في حياتي دلوقتي. بس بوضح. وان شاء الله اخر مره مش هشوفك تاني. ان شاء الله. لا بس انا بتكلمي كده ازاي؟ اسال نفسك. اسال نفسي ازاي؟ لا يا مس عايز تظبطي حاجه في الصوت؟ على كبت يعني. شوف الكلام ده مستر بعد. لا ما تقدرش بقول لك تقول على كبت. طب است خلاص. طيب يلا. بس لو عندك كرم امشي اصلا والله بعد التهزيق ده كله. هي ايه دي؟ تمام لو ما قمتش مشيت معايا انا همشي لوحدي. طب ماشي ماشي. لو انت عايزني امشي لوحدي دلوقتي يعني انا امد ايدي عليها مثلا ولا يعني ده؟ مش عايزه قله ادب ومش عايزه كلام. لو انت ما قمتش مشيت معايا دلوقتي انا همشي لوحدي. خدي مش هقعد. لا إيه. والله ما هقعد. اهدي بس ده بالليل. خلاص خلاص. طب اسمع انا بقول لك عليه. خلاص. طب ماشي خلاص. ماشي ده برنامج انت هتخلصي وهتمشي مفيش مشاكل. انا مش هتخانق هنا. مش هتخانق هنا. ماشي ما تتخانقش. طب احنا بنتناقش في ايه؟ ماشي اللي انت ده ما فيش ايه انت هتستفزك يعني؟ خلاص افهم يعني. اه استفزتني هي شاطره. هي هتستفزك؟ خلاص اقعد. انا همشي. لا انت جاي انت جاي عشان حد يستفزك. خلاص انا حلفت لك بالله انا مش هتخانق هنا. طب ماشي مش هتخانق قدام الناس. طب ماشي اسمع اللي بقول لك. طب انا مش هتخانق معاك قدام الناس فلو سمحت انا عايزه امشي. ماشي ما حدش له علاقه بقول لك اقعدي. طب يعني كل ده بيصور على فكره كل ده تصوير شغال. لا لا ما فيش تصوير يعني لو سمحت لو في تصوير ف يا حبيبتي ده هم ده تجريب حاجه منتظر هم فصلوا اصلا مش هتبقى حاجه لطيفه. طب خلاص انا عايزه امشي. طب ماشي عادي. طب ثواني بس خلاص ماشي ايه ما توترنيش. لا لا عشان انا لا والله ما هقعد. عايز تقعد انا همشي. طب خلاص هي مش انا هطلب اوبر وهمشي. طب هات حد غيرها يا جماعه. لا مش فكره حد غيرها هي الفكره فيك مش فيها. انا قلت لك مش عايزه اتخانق هنا. يلا طب ماشي ده وانت تعمل في ايه؟ اتفضلي اقعدي. اتفضلي خلاص انا هكلمه دلوقتي. هتكلم ايه؟ بعد اذنكم بس انا مش هعمل حلقات. طيب. مش هعمل حاجه. ماشي ايه مش هتعملها؟ مش هعمل حاجه مش هصور. يعني خلاص هتمشي؟ ده قرار؟ اه. طب انا هجيب برضه حد غيره. وانا مش عايزه حد. بس انا هجيب انا بقول لك هجيب حد غيره. طه انا مش يعني مش عايزه مشكله بعد اذنك. مشكلة ايه؟ إذنك. هي دهيتها خلاص ما تجيش. بعد اذنك خلاص. عشان انا مش عايزة اتوتر اكتر من كده. يكفي التأخير كل ده على البيت. لو سمحت انا عايزة امشي. لا خلاص احنا هنروح. علشان ما اخدش رد فعل سخيف. انت عارفني انا ما بتحكمش في نفسي فسيبني امشي. والمايك شغال ويعني مش عايزة يلا. طب ماشي استريح. طب استريحي دلوقتي اصبري اهدي. يا بنتي اهدي ما تعمليش كده. طب ماشي انا اشيل لك المايك. انا اشيل لك المايك خلاص. انا اشيل. طب انا بقول لك اشيل لك المايك. طب اهدي مش كده. اصبري اصبري. طيب لما طب اوعي طب اسمعي. إيدك. لا طب اسمعي ايدك. اسمعي طيب لما تمشي بقى. انا سمعت اللي انا المفروض اسمعه وانت هتكمل لي في الطريق. يلا طب ماشي اصبري. انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ ثواني. طيب هو ده مايك ده يعني هتشديه باي حاجه؟ خلاص شلته من لبسي. طب خلاص انت كده شلتيه. تمام اقعدي بقى. مش مش هكمل هقعد. طب ماشي المخرج جاي دلوقتي هنشوف تمام. الموضوع ده انا مش هكمل الحلقه دي يا طه. لو سمحت انا عايزه امشي. ماشي مش هنكملها دلوقتي. المخرج هيجي دلوقتي انا هكلمه وانا اقول له على حد تاني. ما حد انا ما اعرفش ان هي هي انا بجد ما اعرفش ان هي هي ياسمين اللي كانت جارتنا وكانت صغيره دلوقتي ما يخصنيش ما يخصنيش. هي اي حد غيركم يعني. انا حد غيرنا هيجي يتكلم بالطريقه انا دي. بالصدفه انا اتفاجئت اصلا لو سمعت انا اتفاجئت. انت عارفه كل حاجه عن اسمها؟ لا انا ما اعرفش حاجه عنك. ما اعرفش اسم واحده اسمها ياسمين. كل حاجه اعرفها الا ياسمين. مش هنقعد نتخانق هنا يعني. يعني لينا بيت نتخانق فيه.